واحنا صراحة اليوم كنا جينا عارفين ان المقابلة قوية صراحة. فريق الرجاء البيضاوي بعد النتائج الايجابية اللي حققنا الاداء ديالنا، وحنا راه اليوم لعبنا مع فريق كبير ماشي فريق عادي، فريق الرجاء البيضاوي. عكس بالعكس ان النتيجة بالعكس تعطينا حافز اننا نكونوا في المستوى ان شاء الله في المقابلات الجاية ان شاء الله. صراحة كان صراحة السيناريو ديال المقابلة البطاقة الحمراء أثرت علينا صراحة بخروج اللاعب ديالنا، أننا تلقينا ثلاثة الأهداف، وإن شاء الله غنداركوا إن شاء الله في المقابلات الجاية باش نكونوا إن شاء الله باش نحققوا نتائج إيجابية إن شاء الله. بالعكس بالعكس النتيجة راه ضد فريق الرجاء البيضاوي ماشي فريق عادي. حنا إن شاء الله غندخلوا المقابلة الجاية إن شاء الله ضد أولمبيك قريب إن شاء الله بعزيمة قوية باش نحققوا إن شاء الله نتيجة إيجابية. Thank you.